لقاح آمن مفحوص من أماكن رصينة وتوفية. شنو رصينة؟ يعني أماكن عالمية اللي هي منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة. يعني اللقاح مفحوص وأمين وأني أقدر أحصل عليه من أي مركز موجود فيه، يعني مركز أخذ اللقاح اللي هو مو بالشام، إحنا من ضمن مناطقنا مو بالشام والرايفية والفحامة. يعني هذا